الحقيقة معايا على التليفون يعني فنان كبير جدا، الفنان الكبير هشام عباس. أنا فاكرة كويس قوي، كنت عشت كتير يعني فترات في لندن، وكان بيجي الفنان الكبير هشام عباس بصحبة طبعا المخرج الكبير طارق الكاشف عشان يصوروا فيديو كليبس مثلا في لندن ويختاروا تفاصيل كتير. لكن مهما اتكلمت مش ممكن هتكلم زي الفنان الكبير هشام عباس اللي كان طارق الكاشف منتج ورفيق درب، الفنان الكبير هشام عباس. مساء الخير يا هشام والبقاء لله. لا إله إلا الله. أنا عارفة إن إحنا اللي إحنا بلغناك الخبر وأنت ما كنتش عارف. للأسف ما كنتش أعرف. البقاء لله. وطارق طارق كان صديقي عزيز، وكان أستاذي، ومش عارف، أنا كلمة كان دي بالنسبة لي صحيح، يعني صعبة شوية. كان صاحبك يعني انا فاكره كويس قوي، انا حضرت لكم تصوير فيديو كليبس كتير، كان طارق دقيق قوي ومهتم بتفاصيل كتير، وكان مؤمن بيك ايمان كبير جدا. هو كان معجبين جدا، وكان بيحب صوتي، وكان عنده ايمان بيا انه ان انا هشام. يعني كان دايما يقعد يقول لي اوعى تخاف، وانت ما تقلقش من اي حاجه، انت اي حاجه تغنيها حبيبي هتوصل، انت عندك حاجه في صوتك وعندك حاجه في شخصيتك تخلي الناس تحبك دايما، وتخلي الناس يعني تتقبل منك اي حاجه. علمني كل حاجه انا اعرفها عن هندسه الصوت، علمني كل حاجه عن المايك وعن الميكسر وعن الميكسينج وعن على كل علمني كل حاجه، وعلمني كمان ازاي الواحد يبقى عنده نظره ثاقبه، وازاي الواحد يكون ياخد باله من مخارج الالفاظ بتاعته اللي هو بيغني بيها. صحيح، هو كان راقي جدا يا هشام، هو أوي كمنتج أوي كان في أوي. منتهى الرقي، يعني كان حتى يعني طارق الكاشف كان يراعي رقي الكاميرا في التصوير، يعني كنا نشوفكم في ابهى صوركم. يعني كان عنده نظرة ثاقبة كده، يعرف يجيب الواحد بشكله المحبوب وشكله الجميل، ويقدر ان هو يخليكي تبقي مبسوطة وانت بتصوري، وصور لك كليبات كتير قوي قوي يعني. عملتوا حالة وعمل إبداعية. ويعني بصراحة يعني انا اي تشيرش، يعني انا بجد بجد بحترم جدا وبحب جدا الفترة اللي طارق كان فيها المونتنج بتاعي. طبعا وانا يعني بجد كان نفسي فعلا ان انا اروح انتج تاني معاه اغاني، ويعني واكمل تاني معاه المسيره. يعني الحقيقه انا ما كنتش بعرف ازاي كمان هو كمنتج ليك انت، ولكن كمان كان بيصور لفنانين كبار، وكانت الاغاني مختلفه، يعني كنا نشوف كليب لهشام عباس، وبعدين نشوف حاجه رائعه لسميره سعيد، بعدين نشوف راغب علامه، وبعدين نشوف سيمون، يعني هذا التنوع والقدره على الابداع. يعني هو نقدر نقول عليه هو رائد الفيديو كليبس اللي كانت في الفتره دي على الشاشه. هو بصراحة يعني كان عنده نظرة ثاقبة جدا جدا، فنية جدا، مبدعة جدا، very creative، حتى في توزيع الأغاني، حتى في الهارموني بتاع الأغنية، حتى في الليفلينج بتاع الأصوات والحاجات دي. صحيح، كله كان عنده بجد بجد، كان عنده حاجة كده يعني ربانية، يعني ربنا حاططها فيه، إن هو بيعرف يوصل للعيب الموجود ويصلحه ويخليه كمان حاجه حلوه قوي يعني. اكيد. فانا يعني انا عارفه ان احنا اللي بلغناك الخبر، وانه قد ايه صعب والكلمات صعبه جدا. الرثاء لطارق الكاشف الحقيقه من اصعب الاشياء في هذه الليله. خلينا دايما هو الفن هو الباقي، وهيفضل دايما اسم طارق الكاشف اسم كبير يعني وعظيم طول الوقت. الفنان ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويصبر بجد. أهله ويصبر مراته، أكيد أكيد، ويصبر بناته الحلوين اللزاز وأحفاده، ويعني وإن شاء الله بإذن الله يعني
يغفر له كل ذنوبه أكيد ويرحمه ويدخله جنته. أكيد. وانا يعني مش قادر اقول لك قد ايه يعني انا أنا راجل عارفة، أنا عارفة، بحبه. أنا عارفة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير هشام عباس، خالص التعازي لأسرة المنتج والمخرج الكبير طارق الكاشف الزميل العزيز ولعائلته وأيضا للوسط الفني والإعلامي.